العرايس اللي طلبتوها، عملتها لكم بايدي، كل واحد فيكم عروسه ومكتوب عليها اسم. ادي عروستك يا شوقي يا حليم. وادي عروستك يا فطين. يلا تصبحوا على خير يا حبايبي. انتوا اهل خير يا ماما. اتغدى بقى كويس يا فطين عشان ما تاخدش برد. حاضر خد بقى. انزل بقى مسلسل سيرتك كنت عايزه. ايه ده؟ انت جبته منين؟ انا جبته عشان واحنا بنلعب عسكر حراميه انت تبقى ضابط بجد. والحراميه اللي همسكه انت بقى تدافع عنهم تبقى المحامي؟ بس انا كنت لروب المحاميين. امسك يا فطين، خليت بابا يعمل ايه؟ انا غنى عليا وانتوا تتخبوا. يلا خلاويص لسه خلاص لسه خلاص خلاويص لسه خلاويص لسه كويس انه جيتوا عشان تاكلوا، كفاياكوا لعب بقى. مالك يا فطين يا حبيبي؟ اخوك فين؟ اخويا كان بيلعب معايا ونص لاقي. ايه؟ شوقي؟ واسمه بالكامل شوقي علي حسين الجرح، عمره حوالي 5 سنين. فعلا يا فندم انا بلغت المديريه وقالوا لي هيبعتوا اشاره لكل الاسامي. دول حق. اما النضاره دي بقى فديت تنزمني يابا. حقك يا حاج. لا حقك ولا حقه. ده حق انا. حقك انت؟ حق ايه يا ابو حق؟ الفلوس يابا والبضاعه دي بتاعتنا احنا. ومحدش قال لك ولا فطمك ولا قراك يا روح امك ان الشغل في المنطقه دي من غير اذن عمك الطبجي، عم الشياطين كلها، يبقى حرام. معلش يا عم الطبجي، حق بس سامحنا المره دي.
تعالى يا تبوس ايد عمك التوبجي عشان تنول الرضا. سامحتك يا تبوس. وانت هلا مش هتيجي تبوس عمك التوبجي عشان تنول الرضا من الكبير؟ كبير؟ لا يابا انا ماليش كبير. هو قال ايه يا رجاله؟ ملوش كبير. واللي ملوش كبير نشتري له كبير. وقبل ما نشتري له الكبير بنعمل معاه ايه؟ بنروقه. ايفوه. استنيك يا قد. وان ما جيتش البحر ياما بيتاوي. فلوس. التبكة يا مش محدش بيقول لا. انا جيت حسب الاتفاق. وانا كنت مستنيك بس لما لقيتك اتاخرت وجه ميعاد نومي لازم انام. فين فلوسي؟ مش تبل ريقك الاول وبعدين نتكلم؟ مستعجل. كل واحد يجي يفتح لي مطوه احطها على رقبتي واقول انا مستعجل. اخلص. عشان كده مفيش بركه اليومين دول. اخلص. طيب. امسك. كتير يا حمام. استنى يا قد. انت اسمك ايه؟ مش الحاوي. لو خرجت من هنا رجالتي مش هيسيبوك. يا قد اسمع كلام عمك التوبجي عم الشياطين كلها وما تتنهوش. انا كنت مستنيك، كنت عارف انك جاي، ولو ما جيتش انا ما كنتش اشتغلتها تاني. انا كنت متراهن مع رجالتي. عشان كده سابوك تنفد وتخش. اسمع يا قد. انا عايزك تقعد هنا وتركب السماعات في ودانك وتسمع الكلمتين اللي هقولهم لك. اقعد. تشرب؟ ما بشربوش. هتشرب. اللي زيك اهو ده ابو قلب جامد وحديد خلص من زمان. عشان كده انا بدور على واحد زيك بابره. اسمع انا عايزك تشتغل تحت ايدي. ما بشتغلش تحت ايد حد. ياد ما تبقاش حمار ياد. الفرصه ما بتجيش غير مره واحده ومن طبق واحد. شيرة بقى ما كانتش عزومة دي. عزوز اسكت. حاضر. شايفة؟ شايفة امك بتعامل ابوك ازاي؟ انا مساعد اول ممتاز شرطة صفية كده. معلش يا بابا. عزوز ورايا. ارحاني يا استاذ فاطين. هتموتك. انا هربيك يا حيوان. انت هربيك. الحمد لله انها جت فيكي. قصدي الحمد لله انها جت سليمه. وبعدين ده باين عليه اجنبي. بس انا اخدت نمرته. ما تقلقيش. نمره مين؟ انا اللي هطلع روح الحيوان ابن الحيوان. عندك يا مدام. اوعي تكملي. الاحسن يبقى سب علني ودي عقوبتها غرامه لا تقل عن 1000 جنيه وحبس 6 شهور مع الشغل.
وبعدين حضرتك الغلطة في أماكن مخصصة لعبور المشاة، الشوارع للمواصلات فقط، وهو ده القانون، مع إنه حرام يا عجل. أنت مش فاهم القانون يا عم عزوز ولا إيه؟ ما تقول لها. إيه ده؟ أنت تعرف الحمار ده منين؟ ثاني واحد. ده الأستاذ فطين المحامي. إيه؟ الإيه؟ اللي إيه؟ وتعملي لي كده؟ لا عندك يا مدام، أنا الأستاذ فطين علي حسين الجرحي المحامي وممثل دولة القانون هنا. يعني جناية، جنحة، طلاق، نفقة، ضرايب، بأي حاجة، ومن أول جلسة وسألي عليا في المحاكم. وسألي لك ليه يا حبة عيني؟ كنت هناسبك؟ خلاص يا أستاذ فطين، ما تجيبليش العزية. لا يا سول عزوز، مش خلاص، كل واحد ياخد حقه. وحضرتك كمان، أنا صاحب العجلة اللي صدمتك واتجرحت بسببك، والمفروض قانوناً، ها قانوناً، تصلحيها وتعتذري كمان. عزوز سكت الشيء ده بدل ما دب صوابع في عينيك. دب يا أختي وفرجيني، علشان تبقى إحداث عاهة مستديمة وشروع في قتل، وتندب بنت بقى 5 سنين ومن أول جلسة. خلاص بقى يا ماما. بعدين هو يا أستاذ فطين. نعم يا عم عزوز. يا عم خليك معايا. حاضر. خليك معايا، حصل خير. يا عم بص لي هنا، وانت يا بنت قطر، يلا خدهم بكمش من هنا. الله، اسمك قطر؟ آه. اسم جميل قوي. قطر إيه بقى؟ قطر الندى. الله. العجلة بسكليتة يا بسكليتة. عزوز انت سبته يمشي؟ هاتوا منظمات رقبته اجري وراه. ايوه ده الواد بسكليت حرامي العجل، وانا عمال اشبع عليه. بس ما تقلقيش، انا هعرف اجيبه. هيروح مني فين؟ يلا بينا احنا نروح. نروح يا ناس، شويه حاجه بعد كل اللي حصل ده يا ماما. وهو ايه اللي حصل يا دنايا؟ عزوز ورايا. حاضر. مفيش حاوش وقك. بقولك يا توجي، شغل التخطيف ده ما بقاش يلزمني، جاري وهاري وتنطيط واخر صفيحه رايش. لان هنا الرايش الكاب خرج من السجن بقاله اسبوع، قلبها مراجيح. كفاره خارج سخنان على الكل، اللي مش معاه بيبقى عليه، محدش قادر يقفله. خارج شغال للدم. الدم بدم بقى يا توجي، مفيش حد بقى عليها. انا بقول لك ان فرشتنا اليومين دول لحد ما نفهم ميته ايه. بقول لك ايه يا توجي، انا لسه ما اتخلقش ولا امه جابته اللي قعدني في جحر زي الفيران. مش انا يا توجي، مش الحاوز. وبعدين انت اللي بتقول كده يا توجي، تبين عليك اتهتيت من اللي سمعته، وعظمك خاوخ وبقى بيلق. فجر يا حاوي، انت عارف الطبجي كويس، الطبجي عم الشياطين كلها. الطبجي طول عمره زي الجبل ثابت، ما تدوش ريح. لولا ضابط المباحث اللي صابني في عمليه تهريب من 5 سنين، والرجاله اللي كانوا شغالين تحت ايدي خافوا وكشوا وراحوا يشتغلوا تحت ايدين الكبو. وانت عارف ان الكبو وسخ ردع زباله وما يفهمش في اصول الشغلانه. وبعدين انا مش هصغر نفسي قصاد كلب عشان شويه عظم. بس انا بقى طبجي بعرف اتعامل مع الكلاب، وخصوصا كلاب السكك. ما تنساش اني متربي في وسطهم. وما تنساش كمان ان انا اللي خدتك وعلمتك وقويتك. ولا انت هتعمل زي العيال الرمم دول، هتسيبني وتروح تشتغل تحت ايدين الكب؟ انت عارف اني ما بحبش الخيانه، والجميل اللي ليك انا رديتهولك بدل المره 100 مره. لما عاوز اسيبك هقول لك يا توجي. يعني لو كبو جه عشان يصفي القديم هتقف له ميشو؟ ده فاكر ان انا اللي بلغت عنه البوليس؟ ما ردتش عليا. لو الكبو جه عشان يصفي القديم طفل. اللي هيجي هنا هيموت يا طبجي. ولو كان الكبو ليه عندك غلطة، فهو بقى لي عندي طار. بصيلة ميشو، بصيلة. أمان يا صاحبي. صباح الفل يا طبجي. صباح يا قلبي. امسك يا بندق.
حبيبي يا ميشو، طول عمرك رجولة. أنا فضلت مأمن عليك في السوق وما دخلتش زي ما أنت مقريني، بس أنت إزاي هربت منهم عند محل العصافير؟ فيه يا ابني 5 دقايق اقعدهم عندك وطير يا حمام، في ناس ورايا. شيل يا ابني المسدس ده وخش الدارة ورا الستارة اللي جوه. كنت جاي وطالب الأمان؟ أي خيانة؟ وحد الله في قلبك يا ابني. أي خدمة حضرتك؟ ما لو تقول لي إيه النوع اللي أنت عايزه هخدمك. مع السلامة. شكرا يا حاج. ربنا يهديك يا ابني. واداني العصفورتين دول بالقفص بتاعهم كمان وما خدش مني فلوس. طول عمرك مرزق. هشوفك الليله دي عند زخنوق النوس بالليل على قهوه خفاش عشان المصلحه اللي ليا عنده وشوقها حاضر. خلاص يبقى اشوفك هناك بالليل. سلام يا ميشو. طير يا حمام. يلا يلا. صحيح ما قلتليش انت هتعمل ايه بالعصفور؟ ما قلنا طير يا حمام بقى. يا توبجي نازل مشوار ساعه كده وراجع تاني. سلام. اموت واعرف بتودي فلوسك فين بعد كل عمليه تقفش الشؤون من هنا وفص ملح وداب. اوعى تكون لافف على واحده بتخلص عليك ولا تكون شايف لك بنك غيري. اطمن يا توبجي اطمن. وعايزك تطري على الصهد اللي في نفوخك ده. ها مش الحاوي مش بتاع قطط، انما لو القطط جت مفيش مانع ان احنا نعمل معاها الواجب والواجب وبس. انما بقى الشقوق والورق ابو مدنا وحنطور لا، دول متشالين بقى للشروه الكبيره. طير يا حمام. ميشو هات لي معاك ازازتين بيره مشبرين وانت جاي وما تحاسبش عليهم. انا ما بحبش اشرب حرام. بعد البلاك ليبل والجن والفودكا بقيت بتشرب راس العبد واربع حروف. كان لازم يعني تجريني وراك 4 كيلو. قطعت نفسي. الله يقطع نفسك. وفي الاخر يا بسكليتة اديك اتقندلت وقعت من على العجله. وفي الاخر كلفتني قطن وشاش. انت مش كنت اولى بالفلوس دي يا واد؟ ها انا عايز افهم بس، انت للدرجه دي غبي وما بتسمعش؟ انا غلطان لك يا استاذ فطير. انا غلطان، ما عدتش اعمل كده تاني. ما انت كل مره تسرقني وكل مره تقعد تتاسف وتقول لي انا غلطان لك ومش هعمل كده تاني. المره دي كنت معذور يا استاذ فطير، والله معذور. انما انت لو ما سمحتنيش المره دي انا موت نفسي زي كل مره. خلاص خلاص يا بسكليتة ما تقوقش مسامحك. بقول لك سابتكوا البيت من غير سبب. من حقه قانونا يطلبها في بيت الطاعة طالما موفر ليها المسكن والمأكل والمشرب، وإذا رفضت تبقى ناشز. أنا دلوقتي بقى يا بسكليتة عايز أفهم أنت ليه المرة دي تسرق العجلة بتاعتي؟ أنت إيه السبب؟ كان نفسي في كوتش مستورد من اللي بيجيبهم عم عربي من بورسعيد. الكوتش اللي في رجلي دابع يا أستاذ فطين، بقاله سنين على رجلي حتى شوف. خلاص خلاص جتك القرف. خلاص يا عم هتخليني اعيط يا بسكليت. وبعد ما فنشوني اكتشفت ان هما مش مأمنين عليا، واللي اتخصم مني راح عليا. ادي شغل القطاع الخاص يا سيدي. الماده الثانيه من قانون التامينات والمعاشات لعام 1974 بتقول: ويجب على صاحب العمل في القطاع الخاص والمواطنين العاملين لديه الاشتراك في الهيئه طبقا لاحكام القانون في الدوله. يعني قضيه ابنك لا هتاخد حقك وهو يتحبس. خد يا بسكليتة ادي 50 جنيه هي تديها لعمك عربي مقدم للكوتش وتروح تشتغل وتدفع له كل شهر قسط. ها ما تحرمش منك يا استاذ فطين. ربنا يخليك لنا يا رب. ربنا يخليك. ايوه يا اخويا ما نحرمش منك علشان بقى تقعد تسرقني كل شويه. ويا ريتك بتسرق حد غيري. ما انا لما بسرق حد غيرك بيبلغ عني، انما انت الشهاده لله عمرك ما عملتها وكل مره بتديني فلوس. مع ان يا بسكليتة المفروض انا اول واحد اروح ابلغ عنك، لكن انا لا يا بسكليتة علشان عارف انك يتيم وابوك الله يرحمه موصيني عليك من ساعه ما قفشت وهو بيسرق المروحه من مكتبي. بس كان بيحبك قوي وبيحب يسرقك قوي قوي وانا طالع له.
الله يرحمه ابو سكليت مات قبل ما ينصلح حاله، بس انا مش هسيبك يا ولد، هخليك تنصلح حالك. يعني هتنصلح حالك؟ ها تشرب حاجه فخفخينه يا واد يا سي. ايوه جايلك يا استاذ فطين. غلط. ايه سيكا ده؟ الشيش دي ضد القانون. رجعهم جوه بدل ما اطصك محضر اغواء قصر على الاضرار بانفسهم يا سيكا. وانا مال انا يا استاذ فطين؟ دي قهوه وصاحبها المعلم زلعوكا هو اللي عايز كده. انا ماني وبتبجحني؟ بتبجحني؟ فين المعلم زلموكا بتاعك ده؟ هاتهولي. مين الكلب اللي صوته بيعلى قهوتي ده ومش عامل لي اي اعتبار؟ الكلب ده يا معلم، البشوات جايين وعايزين يطلبوا يعني شيش من حقهم، قال ايه مش عايز ينزلهم علشان اقل من 16 سنه. انت عملت كده؟ انا ما عملتش حاجه يا معلم، اهم عندك قوم اسالهم. اخرس يا سيكا يا حيوان، ايه كمان هتبرطم؟ فعلا الناس تخاف ما تختشيش. ايه اللي بيضحك قوي؟ امشي اللي اتسرق منك الاول. العجله ده ايه الغلب ده يا ربي؟ هتظبطي الكلام معانا بالراحة، هتظبطك وهتبقى ليلة زي الفل. أما بقى لو قعدتي تعملي لنا فيها شريفة هنظبطك برضه بس بالعقل. لا لا يا زوز، بالراحة على المزة، وشكلها كده بالراحة برضه هترق وتحن وترضى وهتبقى أحلى حفلة يا برنس. حبيب قلب جرية دي يا ابن الدايخة أنت وهو، والواحد ما يعرفش يشرب كوبايه شاي مع السيجاره في ليله ابوك السودا دي. مين؟ مش الحاوي؟ اجري اه اجري يا دول. ما تخافيش يا قط. وانت بقى ايه اللي جابك ان وحيد؟ الشاي السخن يا ميشو، اموت انا وعيد السنه. انت خفيف يا ده سمكه ولا ايه؟ خفيف بس سكر زياده. طب امسك يا عم العسل روح نام يلا. لعبة يا ميشو. امسكي اشربي الشاي وما تخافيش. امسكي. والله العظيم انا كنت مخنوقه وخرجت من المستشفى كده عشان افضفض مع ربنا شويه، رحت ماشيه لغايه ما جيت هنا وهو مش عارفه ايه اللي جابني هنا. مستشفى برضه؟ اه والله العظيم مستشفى. انت فاكر ايه؟ انا افتكرت مستوصف. لا ورحمه امي مستشفى، ما انا اصلا ممرضه، وبعدين انا ما كنتش شايفه قدام. ممرضه؟ ما كنتش شايفه قدامك ليه بقى يا ست الممرضه؟ شرب بنت؟ لا طليقي. الله يخرب بيته، الايه يا رب تجيله مصيبه من السنه، يبقى ماشي كده هوك، تجيله المصيبه من السنه كده هوك. وكمان متطلقه؟ ده انت ليلتك مش طالع لها نهار. احكي احكي. اتطلقت منه بالعافيه عشان واد سايز ومدمن وشمام وبيشم البلا الازرق على عيني، وده اللي بيشموه. شمام؟ اه لف عليا وضحك عليا انا وابويا من ساعه ما نزلت مصر هنا، ما انا اصلا من السويس، وبعدين دلوقتي عايشه انا وابويا لوحدينا. ربنا يشفيه يا رب ويخليه لي. بس كفايه كفايه بقى، انت فين بيتك؟ اخلصي. قريب في العماره اللي على الناصيه هناك دي فوق السطوح. طيب على مهلك بقى، يلا سلام. ميشو يا ميشو. طب والجاكيت يا ميشو؟ خليه معاكي دميري. انت اسمك ايه؟ اسمي دنيا. دنيا ولا اخره؟ سلمي لي على ابوكي. طير يا حنان. طير. ياما انت فين ياما؟ ايوه يا فطين. ايه يا حبيبي؟ محتاج حاجه؟ اتلسوعت ياما تاني اتلسوعت يا حبيبي. حصل لك حاجه يا حبيب قلبي؟ لا ما تخافيش يا ست الكل، ما تخافيش، ده ابنك ده قرد مسلسل. على مهلك على مهلك يا ابني. اتلسوعت تاني. قلت لك يا حبيبي على مهلك. قلت لك سيب موضوع الطبخ والاكل ده على امك حبيبتك. يا امي ما انا سايبهولك طول الاسبوع، فيها ايه يعني لما ريحك يوم واحد بس؟ يا ست الكل يا قمر بيطل على الدنيا كلها، ولا انت بقى ما بتحبيش تاكلي من ايدي؟ ايه ده انت حتى نفسك حلو في الاكل يا دنايا. بجد يما؟
امال ليه بقى اخر مره طبخت لك فيها اكلتي من هنا وقمت داخله اوضتك من هنا وقعدت بقى اسمعك طول الليل عماله تتألمي كده كان في مغص او بطنك وجعاكي اوعى يكون من اكلي. لا يا حبيبي لا يا روح قلبي، ده انا بس كان عندي صداع شويه. صداع جامد ايه ياما؟ انا سامعك عماله تقولي اه يا بطني اه يا بطني. لا يا روح قلبي، ده انا كنت بقول اه يا دماغي. ربنا يخليك ليا ولا يحرمنيش منك ابدا يا فاطين يا ابن بطني، بس انت صعبان عليا قوي من العصر وانت في المطبخ والساعه بقت 10 ولسه ما اتغديتش يا دناي. متقلقيش يا ست الكل، ان شاء الله هنتغدى، هو بس المحشي كده هو اللي شكله طالب تاجيل، انما على مين ان شاء الله من اول جلسه، قصدي من اول غاليه، وهتاكلي صوابعك وراه. وعندئذ وفي هذا الصمت الرهيب والسكون القاتل يدخل القاتل بانيابه واسنانه الحاده المليئه بالدم وهو يبحث عن فريسه جديده. انا خايفه يا ماما. مفيش قطره يا بنتي دلوقتي، حدوته يعني خلاص بقى شهر. يا صلاه النبي، كمان موسيقى تصويريه. واقترب القاتل من غرفه النوم، احست البيت بخطوات قدميه فاسرعت لتضيئ الانوار، ولكن القاتل قد فصل الكهرباء عن البيت كله فاسرعت وهي ترتعش وهو عايز ياخد احشائها باسنانه. الحقني يا ماما. ما تخافيش يا بنتي، ما تخافيش، ما خلاص خلاص بقى شهر. واقترب اكثر فاكثر فاكثر، فزنخت البنت مستغيثة بأعلى صوتها، بابا خلاص خلاص يا شهري، البنت هتروح مننا. أقولك على حاجة، الرواية حلوة صدقني، مش أنت عايز تسمعها كده حلوة يا أختي. أقول لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إيه يا عزوز الله، هو أنا كل ما أحكي لك رواية يا أخي تفصلني كده وتعمل لي فيلم الهندي ده أنت وبنتك؟ ما أنت يا ماما كل مرة تخوفينا. إخلصي بالراحة على البنت شوية. اسكت أنت. حاضر، انا سايبها لك ونازل الشغل، عندي نبطشيت ليل. اللي يشوف كده يقول يا ما هنا يا ما هناك، ايش حال ما كانش الاسم في وش البيت وبتروح تقعد وما بتعملش حاجه. ايه ده، القهوه شاطت، القهوه شاطت. خساره انها جت في القهوه. انا نازل الشغل يا بنتي قبل ما تيجي. تروح وتيجي بسلامه يا فندم، يا احسن مساعد اول ظابط في الداخليه كلها. بنت ابوكي صحيح، امتى بقى اجوزك واخلص منك عشان اروق لامك بقى ورواياتها اما طلعت على جديدها بلا. ربنا يخليك ليا يا بابا. على فكره انا عامله لك صينيه البسبوسه اللي انت بتحبها، ويا دوبك عقبال ما توصل المكتب وتقعد اكون جايبها لك. طيب بصي بقول لك ايه، ابقي حطي لي على وش البسبوسه حته قشطه كده من ورا دراكولا اللي في المطبخ. حاضر. سلام. باي. عسل وربنا. كويس انه مشي عشان اقعد انا وانت كده على رواقه احكي لك الجزء الثاني من الروايه. لا يا ماما كفايه كفايه، انا مش عايزه بقى كده يا بنت عزوز. ماشي، هتروحي مني فين؟ ما انا هقراها لك. لا انا هقراها لك. بس قولوا لامي طب وانا مالي، طب وانا مالي، طب وانا مالي، طيب يا غزالي. طب ما تخلص بقى يا غزالي، ده احنا داخلين على نص الليل وانت لسه ما اتغديتش يا دنايا. انا مش فاهم يا امي، انت ليه بقى مستعجله النهارده قوي كده؟ قال لا، انت مش دايما بتقولي لي ما تستعجلش يا فاطين في التأني السلامه والعجله من الشيطان؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله صحيح يا ابني، هي العجله مش مركونه تحت دي؟ الواد بسكليته سرقها تاني. تاني والخامس عاشر، وبعدين انت اللي سكت له، ما تبلغ عنه وتسلمه. يا امي انا عايز اصلحه، وبعدين انا عامل عليه بحث وبعته للملحق الثقافي لسفاره ماليزيا. ماليزيا؟ اشمعنى ماليزيا؟ لان يا امي الواد بسكليته تحس كده ان هو شكله مدي على الماليزويين، وبعدين هم هناك بيهتموا جدا بموضوع الجريمه والقانون، وبياخدوا كل الابحاث من كل بلاد العالم. ده بعتوا لي جواب شكر على القهوه. طب وانت يا دنايا هتعمل ايه بس من غير العجل؟ هقضيها بقى تكاتك يا امي لحد ما نستلم ان شاء الله العربيه الجديده من عند الحاج ميمي، وخلاص اخر قسط هو الشهر ده. قولي لي بقى، خلصت السلطه ولا مأخرانا على الفاضي؟ خلصتها يا روح قلبي، بس شهل انت بقى، ده انت على لحم بطنك من الصبح. قولي بقى ان انت اللي جعانه ومشتاقه انك تاكلي من ايد فطنطن ابنك حبيبك. قولي لي يا امي، احنا اخر طبخه خلصناها امتى؟
قبل الفجر بشوية. أوعدك بقى يا أمي المرة دي قبل نص الليل هتلاقي السفرة دي كلها جاهزة. والنبي يا فاطين يا ابني أنت لازم تتجوز، لازم يا ابني تتجوز، ويا سعدها يا هناه اللي هتتجوزك. والله يا ست الكل أنا كنت مجهز لك المفاجأة دي بعد الغداء، بس شكل كده هقولك عليها. والنبي قولي يا فاطين يا ابني، قولي وطمن قلبي، لقيت عروسة وعجبتك؟ هي من ناحية عجبتني فهي عجبتني قوي ياما. ايه ده؟ قمر بدر منور تشبه لك كده بالظبط. اوعي يا فاطين تعمل زي كل مره وتيجي ساعه الجد تقول لي لا ياما انا مش عايزه اتجوز، انا هقعد معاكي هنا من غير جواز. اوعي. لا 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 ياما لا، هم العرايس اللي فاتوا دولت عرايس، ما كانش حد يشبه لك ياما، دول كلهم كانوا جنح وجنايات، انما العروسه دي بقى قضيه مستعجله محتاجه محامي شاطر زيي. اسمها ايه يا فاطين؟ قطر.